أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم مسيان ضمن المبادرات الإعلامية التي يطلقها نادي الإبل. ضيفنا وضيفكم مشعل بن طيب الهذلي. مات المتجه بالمركز الثاني في شلفة ولي العهد للون الحمر، حضر حضورا كبيرا وملفتا للنظر منذ أول تواجد له في الصياهد. أعتذر منك مشعل، الصوت جيد الآن؟ جيد جيد يا أبو عارف. سامعني يا أبو عارف؟ مشعل؟ سامعك. سامعني يا أبو عارف؟ نبدأ من جائحة كورونا. نعم الآن الصوت جيد. نبدأ من جائحة كورونا، كيف تدير شؤون منقيتك في هذه الفترة؟ والله عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يصورون العمال هناك ونشوفها ونطمن نعم. عليها قبل في وقت الحظر، أما بعد الحظر نروح لها بالشرك، وهي تبعد من مكة تقريبا ساعتين ونص إلى 3 ساعات. نعم. والأمور الحمد لله، ونسأل الله أن يبعد عنا الجائحة هذه وعن المسلمين. آمين إن شاء الله. حدثني بدايتك مع الإبل مشعل، متى بدأت علاقتك بالإبل؟ والله البداية طال عمرك عن طريق الأقرباء والجماعة والأصحاب، حيث عندهم إبل وأقربائنا. نعم. وفي النسخة الثالثة تقريبا ذهبنا ورحنا للصياهد في جائزة الملك عبد العزيز قبل مشاركتكم بعام، يعني تقريبا قبل مشاركتنا بعام، وشاهدنا عرض لطامات. ومن هنا صراحة بدأت الفكرة، يعني لأن كان فيها جمهور كبير ولا نعم. جمهور بين الهلال والنصر أو الاتحاد والأهلي. نعم. وكنا نفكر في الشيء هذا ورجعنا، وبعض الجماعة والأصدقاء بعضهم شعار في قبيلة بن عمير أيضا طلبوا، قبيلة هذيل طلبوا منا عن طريق قصائد المشاركة، منهم نعم. الشاعر القارحي الهذلي. نعم. نعم. وبدأ الفكرة من الذهاب إلى العام في أول العام في النسخة الثالثة عند مشاهدة جمهور لطامات، وحنا من جماهيره بعد. جميل جدا. يعني أنت تقول اليوم إنه المنقيات الشهيرة وعروضها وجماهيريتها هي من جعل مشعل بن طيب العميري في دائرة المنافسة. نعم، أثارت الحماس فينا، أثارت الحماس فينا. وبدأنا نفكر منها في مجال كاستثمار ومجال مشاركة وناموس لنا وللقبيلة ودعم معنوي هذه النقطة. يعني جميل جدا. يعني اليوم دخول في عالم الإبل، يعني خاصة في جائزة الملك عبد العزيز، يحتاج إلى لغة رقمية ما هي سهلة. زين، أنت رجل، لو تحدثنا بداية الأمر عن أنشطتك التجارية والشيء عشان نعرف نقيس بعض الأمور معك. والله الأنشطة التجارية شغالين في مجال في المجال الطبي، عندنا مجمعين طبية، وشغل برضو في مجال الحج والعمرة. نعم. ومجال الفندقة. جميل. ومجال العقار، وفي مجال نقل الحجاج والمعتمرين. جميل جدا. يعني عندك عدة حقائب اقتصادية مختلفة. نعم. طيب اليوم انه انت بتجي تقول انا اليوم اخذني الحماس والجمهور والوهج الاعلامي اللي موجود بين اوساط الجماهير هو كان نقطة الدخول. طيب هل يعني اليوم انت كرجل اعمال حسبتها بالحسبة التجارية الاستثمارية؟ نعم. وكيف قستها هذه الأمور؟ والله الآن السوق ألبل أو مجال ألبل يعتبر بورصة تجارية زي الأسهم، زي العقار، زي قطاع السيارات، زي أي مجال تجاري.
وممكن نعم في فترة من الفترات يعني يجي ركود، لكن البل إلى الآن ما صار فيها ركود يعني، جميل حتى مع الظروف اللي تحصل من ركود في الأسواق البل عليها طلب، وذلك بفضل أول شيء الاهتمام فيها من الدولة، نعم ونادي البل بعد الله سبحانه وتعالى تغيرت البل، أصبحت الآن ثروة باسمك تنقل بيع وشراء صحيح نعم أمورها كلها واضحة، فأي تاجر يتمنى الآن يدخل في مجال الاستثمار في البلد. جميل جدا. اليوم في ظل جائحة كورونا، لازم اللي نعيش ظلالها الأيام هذه وتفاصيلها، في قطاعات كثيرة تأثرت أغلب من القطاع خلال أي اليوم على مستوى البلد، أنت كيف شفتها؟ أنا أعرف أنه في صفقات أبرمتها اليومين الماضية أو بعد بعد أزمة كورونا، ناقة أو ناقتين. اليوم كيف؟ هل في تراجع في الأسعار؟ لا بالعكس، الشيء الزين ما في تراجع، بالعكس في زود، نعم البل في يعني زود، وبعدين في يعني مكاسبها او ارباحها تختلف عن قطاع العقار، تختلف عن قطاع اي قطاع ثاني، لان جميل فيه منافسة قوية، وممكن توصل الاسعار الى اسعار خيالية بسبب مشاركة، بسبب مشاركة او دخول مجال فردي او مجال زي اي قطاع، مثلا في الانديه الرياضيه الان نسمع اللاعب وصل قيمه خياليه، وهو نعم مثلا بتنافس انديه او تنافس كذا، فنفس المجال موجود الان فرد، ممكن شخصين يتنافسون او ثلاثه على مشترى شيء من البل، تصل اسعار خياليه. يعني اليوم ندرة الشيء هو من رفع الأسعار، نعم، فالزين العروض مطلوب هو سبب رفع العروض اليوم في لون الحمر متوفرة يا أبو طيب. قليل قليل، وإذا جاء شيء يكون سعره غالي. جميل جدا. طيب أبو طيب، خلني أبدأ معك في أروح معك. أنت اليوم هذه مرحلة الفكرة ومرحلة دراسة الوضع وقراءة الوضع في الاستثمار، هل كان فيه استشارات معينة في أحد من ملاك الإبل رفعت التليفون عليه وسألته، قلت له يعني كيف تشوف الوضع، أدخل ما أدخل، نعم في شيء من هذا القبيل؟ نعم ورد طبعا في صديق لنا نسلم عليه ونمسي عليه بالخير، اللي هو الشيخ سالم بن عبد الله السمير القمي، ونعم معروف راح يجذبك. صديق وعزيز واخو، نعم وشاورته وقال لي لا تتردد، ينصحني بالعكس، قال لك بادر. بادر بقوة بعد، وقف جميل كل نشاط وادخل في مجال البل، والحمد لله. فعليا ضحيت بنشاطات معينة مقابل سبيل انه تركيزك على البل اليوم. لا الحمد لله ما ضحيت بنشاط عشان البل، لكن البل ما اخذ اهتمامنا الان بقوة طبعا. جميل جدا. طيب خليني اروح معك لمرحلة تكوين المنجية البدايات. انا اعرف المعلومات اللي عندي من مصادري تقول انه شهرين ولفت المنقية هذه، صحة هذه المعلومة اصلا؟ نعم خلال شهرين اعتمدت على مشترى جمل اعتمدت على كامل، من شريت من يا ابو؟ شريت من الأخ محسن الطيري نمسي عليه بالخير، نمسي عليه بالخير. وشريت من عند الشيخ طلال بن سليمان الهذلي البقمي برضه من نعم أخ البيت، نعم وشريت برضه من عند عبد الله بن عامر النهدي. جميل. كم شريت من ابو طارق اول شيء عشان نعرف كيف كونت المنقية؟ تقريبا 27 تقريبا، 27 من اصل ال 30 اللي دخلت. لا لا قلب اللي يمكن عددها حول 50، جميل. اللي دخل معك منها كم؟ والله يمكن دخل منها 15 كذا. جميل. واشتريت وابرمت صفقة مع طلال البقومي، نعم كم كان عدد الصفقة؟ عدد الصفقة حقت البقيمي طلال بن سليمان الهذلي البقيمي 15، 15. وكم دخل معكم فيها من مع المنقية؟ دخلت 12 او حولها زي كذا، او خمس او جميل الخمس، لان جميل طارق برضه حق اشترى هو من عند عامر، من عند عبد الله بن عامر، احنا شريناه من عنده.
يعني انتم شريتوا من نفس ال 27 الاول، القاعده اللي بديتوا عليها رجعتوا للاشخاص اللي تم الشراء منهم. اي نعم. جميل. ال 27 هذه تعرف من وين جت؟ ال27 اي 27 ناقه شريت من؟ ال27 شريت من عند عبد الله، 15 من عند النهدي، اي والثانية متفرقة، لكن شفنا الحلال حنا وعجبنا واخذنا اللي هم يعني عند بحر. انا عندي معلومات تقول انه ركزت على مشتريات من اصحاب مراكز متقدمة عن طريق محسن الوطيرك، اي نعم. شريت 15 من النهدي واربع من منصور بن شعلان وثلاث من فرج بن فخري، كلهم نعم، منافسين معك في نفس الفئة. كل عندك هذه هذه المعلومات صحيحة ولا فيها شيء من الخطأ؟ صحيحة. جميل. يعني أنت اليوم بديت من منافسينك، تشتري من منافسينك في نفس الشوط. نعم، شرينا، بس كان محسن يشتري عن طريق محسن، طبعا لو طلعنا في السوق الشراء والبيع والشراء المحسن، لكن اي كنا احنا نمر عند اذا اشترى شيء ونقول احنا بنشتري من عندك ان شاء الله، وخلي اشتراك نفس الوضع هذا عن طريق رياجيل معي انا، اللي هو عبد المحسن الهيلوم واحمد الهيلوم، نعم وكان المشترى على نظرهم وعلى نظري، والحمد لله ربي وفقنا. ومحسن ما قصر برضه، اجتهد جميل وتبيض فيما اشتراه، ونسأل الله التوفيق. جميل جدا. تكشف لي قيمة الصفقة، صفقة عرامات منتزعة المركز الثاني في أول نسخة. والله بالنسبة للمبلغ اشترينا بمبلغ، يعني له مبلغ احتفظ به بصراحة، يعني ما ودنا نكشف لن تكشف عن المبلغ. اي، لكن الحمد لله يعني المبلغ اللي اشتريناه به نعم. تبل، يعني قلب، يعني بعد إجابة مركز يعني جانا أسعار فيها، لكن احنا ما شنية بيع اللي طلبت للشراء بعد انتهاء المشاركة. أكثر من شخص، وبعضهم أسماء معروفة، كم نسبة الزيادة؟ تقدر تفصح لي عنها؟ يمكن توصل 150%، 150% يعني في ظرف أشهر. في ظرف أشهر تقريبا، خلال ستة جميل أشهر 5 شهور. جميل جدا. طيب أبو طيب، اليوم أنت غامرت وجيت بهدوء جدا، أعلنت عن صفقتك مع الوطيرب ومع الأسماء اللي أنت ذكرتها قبل شوي، حضرت للشوط. بالنسبة لمنافسينك كنت اسم جديد، غير صفقاتك غير معلنة، هذا ساعدك في أنه تتقدم مراكز متقدمة تحصل للوصافة؟ ساعدنا مشترانا، مشترانا ساعدنا، وكنا واثقين اننا بناخذ الاول، يعني حتى ما الثاني، لكن كان الاستهداف الأول. كان الاستهداف الاول، لو استهدفنا الرابع لكن الخامس ما جبنا الثاني، الهدف لكن كان الاول، والحمد لله مقتنعين بالمركز اللي جاء، ومقتنعين باللجنة صراحة، لجنة متبيضة في كل شيء، علومها غانمة ولا عندنا فيها أي نقاش، لكن طموحنا كان الأول بصراحة، جميل. طيب أول ما خليني اناقشك، يعني هذه لازم احنا بعد نوقف ونقيس المعطيات اللي موجوده. اليوم انتم ما جيتوا بفرديات مسماه. لا، ما شرينا برديات مسمى. اي في المقابل الحاصل على المركز الاول اللي هو عبد المحسن الراجحي او نايف بن عبد المحسن الراجحي له 3 سنين ما في فرديه في الشوط في الدك الا اليوم، هي في من نصيب من جيت الراجحات. ما حسيت انه فيه يعني في 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 فارق بينكم وبين هالمنافس، لا، ما في خاصة انه فارق، هو يعتمد على الفرديات. ما كان في فارق، ذاك الفارق القوي يعني ما كان يعني فيه، يعني لو ساعة عززنا، لو عززنا منقيتنا بثلاثة أو أربع، والأخوان اللي هو الأخ عبد المحسن كان شاد على يدي بالحيل إني أشتري ثلاثة أو أربع بكار، وأنا
يعني مسكته شويه، ولا جاء بثلاث ابكار عشان نشتريه، وقال وباذن الله ناخذ الاول. وفعلا يعني بعد شو اسمه بعد المسابقه تناقشنا بالشيء هذا، لو شرينا اخذنا الاول، لكن ممكن يعني تهاوننا بالشيء هذا وكنا واثقين في اللي عندنا، ولا من البدايه احنا عارفين ان المنقيه ناقصها ثلاث ابكار اربع ابكار ونضرب الشوط بقوه ما نخاف من احد. يعني تصيرون مرحلة تصلون إلى مرحلة الاجتياح. ناخذ الاول. جميل. طيب اليوم أنت حققت المركز الثاني. اي نعم. اليوم معك منافس في لون الحمر في الشلفة. نتكلم عن شوطك اليوم اللي هو نايف عبد المحسن الراجحي. الزمان الجاي النسخة المقبلة. تشوف أن الراجحي سهل بالنسبة لكم؟ والله الزمان الجاي ممكن سيف الملك، يعني عندكم تغيير الفئة كاملة. نعم ممكن. والآن احنا نتفاوض، وهذا الخبر عن طريقك هنا عن طريق برنامجك، نعم. نتفاوض على منقية معروفة ايه. ومشهورة في جائزة نعم. الملك، وإن الله وفق سبحانه وتعالى لا يمنون على سيف الملك الغارة، سواء بالرفعان ولا نايف الراجحي وعبد المحسن والشيخ عبد المحسن الراجحي. بس اليوم يعني هذه الصفقات تقدر تكشف لي عن هوية المنقية؟ لا هل خل وصل وين لكس وصلتوا؟ وين وصلتوا في المفاوضات؟ صرنا في مراحل متقدمة، صرنا في فيها مراحل في بوادر اتفاق وإنهاء الصفقة ولا؟ بنسبة 80%. يعني أنت اليوم يقول لي مشعل بن طيب مالك على الرماد، نعم جمهور عرامات انتظروا منقية جديدة جديدة ستنضم، منقية كاملة. ستضم العرامات. كم عددها الصفقة؟ كم عددها في المنقية؟ منقية كاملة في الثلاثين ولا في الخمسين؟ لا في الثلاثين، يعني ثلاثين مع الثلاثين بتصير ستين. هي أكثر من ثلاثين، لكن هو كان مشارك في الثلاثين. جميل. طيب اليوم منافسينك عايض بالرفعان اسم والراجحي أسماء قديمة ونعم. مؤسسة قاعدتها من مهرجان الملك عبد العزيز في أم رقيبة، مسيطرة على الشوط الفردي، تجي في الدك وفي الجل اثنين مكتسحين اكتساح فيه، بل انهم يعني بأكثر من مركز. اليوم سهل طرحتهم اثنين؟ والله ما هو ما في شيء صعب، الدعوة فكر ايوه. ومادة إذا توفرت، والفكر موجود والنظر موجود والمادة موجودة إن شاء الله بأمر الله، ولا في شيء صعب. يعني تعتقد ايضا انهم أنا هم ممكن بعد عندهم هم أنا بعد عندهم نفس المعطيات، كيف يا أبو عارف؟ هم عندهم نفس المعطيات، بعد عندهم نظر وعندهم مادة. إيه بس أنا لكن ممكن هو يتعب أكثر لأنه اسم قديم، ولكن انا جديد، حتى لو نافست واخذت الثاني اكون مرتاح، لكن هو ما التعب عنده اكثر. لكن اذا بامر الله سبحانه وتعالى جاءت المنقيه هذه ايه لا يمنون الغاره مره. جميل. طيب اليوم مرحلة التأسيس في شهرين. اي نعم. اليوم مهرجان الملك عبد العزيز أعلن الشيخ فهد بن فلاح بن حدلين أنه ديسمبر المقبل، يعني في فترة طويلة باستثناء مفاوضاتكم مع المنقية اللي اليوم تقول احنا وصلنا فيها إلى طريق، وصلنا إلى مراحل متقدمة وانهينا 80% منها اليوم. عندكم صفقات ثانية على الجانب الفرديات، على جانب الأشواط النخبوية اللي هي الفردي نخبة النخبة، بإذن الله اليوم مشاركين، ما تكمل إلا فرديات هذه اليوم. بإذن الله مشاركين السنة الجاية في نخبة النخبة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني عندكم توجه في الزمان عندنا كيف شفت نخبة النخبة اليوم؟ فيها منقيتين حاضرة اللي هي الراجحات وسمحات الوجيه وكلها ذات منجز. اليوم نخبة النخبة فرديات الحمر سهلة البيع فيها ولا متمسكين فيها أهلها؟ مسكين في اهلها، ولكن ممكن تحصل شيء، وما هو لازم يعني تكون فرديات كلها، يعني
يعني مو لازم تكون فرد يد، اذا جاء النسب وجاء كذا ممكن تنافس بقوه بعد. بس انه بس انت تعرف انه اليه التحكيم اللي حدثت في نخبه النخبه الناقه بالناقه. الناقه بالناقه بس ما هي كلها فرديات، ما هي موجود كلها فرديات اللي دخلت ال 20 كلها فرديات. في الحمر تتكلم. في الحمر نعم. يعني انت تقول اليوم انه المستوى لا زال يعني ال 20 ما قدموا كلها فرديات. لا ما قدموا، عندنا نياقه احنا افضل من اللي شاركت. جميل. لكن ممكن ممكن تتفوق على ال 20 اللي عندنا. جميل جدا. اليوم عندك شيء من الفرديات المتوجه في المفاوضات او انهيت صفقات في الفرديات المتوجه في المهرجان في لا المراكز المتاخره؟ لا، لكن ممكن نتفاوض بفرديات ممكن تنافس في متوجه او تتقدم عليها. يعني انت اليوم تقول انا بقدم فرديات جديده. جديده وباذن الله سبحانه وتعالى تجيب مركز باذن الله. كم فرديه اليوم حصدتوا عليها عندكم ممكن يكون لها عذر في فاوض عليها وان شاء الله باذن الله بتخلصها باذن الله. جميل جدا. طيب ابو طيب خليني اخذ معك منحنى ثاني. اليوم انت جيت في لون الحمر وانت تقول انا رجل جابني الوهج الاعلامي للمهرجان، حضرت زائر وعدت النسخه التي تليها مشارك. نعم. اليوم لون الحمر يعني يعد من اقل الاشواط او الالوان في المستوى الجماهيري، يعني فيه انخفاض شوي وهذا الامر ما هو سر. نعم صح. انت رجل جاي تقول انا ابحث عن واحد وابحث عن امور كثيره. ليش اخترت لون الحمر من بين الالوان؟ ليش ما رحت اللون الجماهيري اكثر؟ لون الحمر مني لانه في الحجاز اول شيء، واغلب حلال الحجاز حمر، والقبيله ايضا قبيله هذيل حلالها حمر اغلبه، وفيه من نفس القبيله شاركوا بحلال الحمر ونتميز بالحمر. يعني انت جيت انه هذه ابلكم السابقه وانت اليوم بتحضر بها. اي نعم. بالنسبه للجماهيريه برضه يعني الحمر ما يعني تلاحظ لو مثلا المزاين هنا ما كان في الصياد ولا كان في الطائف بشوف جماهيريه ثانيه برضه عندنا احنا هنا ممكن لها حمر. شوف ابو طيب يعني عشان نكون منطقيين، يعني اليوم فيه جمهور. في جمهور. والجمهور اليوم يتوافد على المهرجان من انحاء الخليج. من يعني ما هو محصور على منطقه. صح. يعني هذا ما هو عذر، يعني انا اشوف انه يعني لو كان هنا نفس الجمهور الطائفي ومكه بيكون هناك حاضر. الحمر في الحجاز ممكن يتغلبون على شو اسمه على جماهير الوضح مثلا في في في, في نجد مثلا او في او او في الصياهد مثلا، لان اغلب اهل الحجاز هنا لون الحمر عندهم له مجال ثاني يعني. جميل جدا. اليوم ابو طيب لون الحمر لقل اسعار وهذا ما هو سر. صحيح. هذا الامر اليوم رغم انت تقول ما في عروض والاسعار ما هي راضيه تروح قدام يعني تنافس الوان اخرى. زين، من وجهه نظرك وش السبب؟ بالنسبه للاسعار، الاسعار برضه ما هي قليله يعني في الحمر يعني زي الشيخ عايد بالرفعان شاري فرديه في برنامجك يقول 5 مليون. نعم. وكان يعني انا اقدم اثباتاتها من خلال الحولات البنكيه. اي اقدم اثباته وفعلا الكلام هذا اذا ما في عرض ممكن يشتري ب 5 مليون. لكن الفرديه الان الحمراء مليون سبع مليون وخمس الناقه اللي لكن توصل اشكال احيانا. اسعارها الحمر معروفه ولا هي قليله الان تعتبر. طيب ليش ما قفزت مثل الصفراء مثل الوضحه مثل الشعلاء كلها سجلت ارقام فوق ال 3 مليون وال 5 مليون وال 10 مليون؟ والله ممكن التنافس لو جاء تنافس يعني قوي فيها ممكن تصل اسعارها اكثر من الكلام هذا، لكن هي المنافسه هي اللي تتحدد السعر. مثلا انا اجي اسوق معي اربع انفار يسمون ناقه نفس الاشخاص مثلا مشاركين بالزود. جميل. يعني التنافس على شراء المنقيات يعني هو اصلا انعكاس للتنافس الشوب. كيف نعم. تشوف القرار؟ كيف تشوف القرار لتخفيض الفئه
القرار بتخفيض ايوه الفئة الأعلى. ما سمعك يا ابو. أقول اليوم الفئة الأعلى هي سيف الملك في لون الحمر، هنا نزلها نادي البل وأعلن رئيس مجلس الإدارة أنه لرفع قوة التنافسية في هذا اللون. يعني أنت اليوم تقول أنه فعلا التنافسية في لون الحمر ضعيف، تؤيد هذا القرار؟ والله احنا ما احنا القرار هذا يعني لو شفت انت النسخه اللي راحت فيه في اعداد مثلا فئه ال 30 فيها يمكن فوق 20 يمكن 20 مشارك عندي نعم يعني مشاركه، وفي ونفس الوضع في فئه ال 50. نعم فلو يعني اللي هي يدرس شلفة، الوضع اللي هي شلفة ولي العهد وسيف الملك، اي شيء هذه شلفه مسمياتها الجديدة. يعني الحمر يعني ممكن يعني لو يفكون المشاركة ل 80 بيجي أداء خاصة لكن التنافسية اليوم نفسي الحلال، أقوى أقوى اليوم الحل يعني اليوم أنت تتكلم عن 3 أسماء حصلت، يعني عندك المراكز المتأخرة اليوم يجيب حلال عادي ولا لا؟ على نوعية الحلال نتكلم، حلال حلال عادي ممكن حلال موجود عادي في المراكز المتأخرة. لا لا الحلال مو يعني ممكن حال نابتين ثلاث لكن الأغلب حلال طيب يعني نوعية الحلال تغيرت. تغيرت بقوة جميل. اليوم انت تقول، انا قلت لي سؤال، قلت لي اجابة قبل شوي، تقول احنا في الحجاز هذا اللون المفضل بالنسبة لنا. زين، اليوم انت رجل اعمال وتربطك علاقات برجال الاعمال في المنطقة الغربية، كيف شايف نظرتهم للمهرجان؟ هل عندهم نية للتوجه والمشاركة؟ والله يا ابن الحلال التوجه توجه قوي سواء من رجال الأعمال سواء يعني حتى الأصداء نشوفه حتى خارج السعودية يعني يجونا ناس من داخل السعودية رجال أعمال يعني يتمنون الشهادة في عندهم في بلدهم هم، فتوجه قوي من رجال أعمالنا في المملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة بالذات، وأتوقع راح نشوف أسماء جديدة في الحمر قريبا يعني من الحجاز خاصة. يعني من المنطقة الغربية بنشوف نعم أكثر من اسم. أو من الطائف أو من مكة راح نشوف أسماء جديدة في النسخة القادمة واللي بعدها. جميل جدا. تقدر تفصح لنا عن أحد اليوم بينك وبينه حديث وبدأ خطواته الجدية؟ والله فيه أشخاص تربطني بهم علاقة لكن متكتمين هم ما بيطلعون إلا وقت المشاركة. يعني يبغون يسوون نفس السياسة اللي أنت نفس ابتدعتها. اللي بدأنا فيها حلقة جميل. تقديم اسم معروف إيه. في أسواق الإبل، ومن ثم التجميع لكم والشراء من عندهم. نعم جميل جدا. طيب أبو، طيب اليوم لون الحمر من الألوان المتهمة بالتهجين، وأنها لا زالت في دائرة التهجين، كيف تشوف هذا الاتهام؟ والله التهجين موجود في الحمر موجود، لكن الحمرة الآن أثبتت وجودها، ما عاد يعني تشوف الحمرة الآن زي المغاتير، ما في فرق سواء في قامة سواء في أسرة سواء في زين، جميع مواصفات الزين زيها زي المغتر، جميل. لكن الشيء هذا كان موجود. لغة الأرقام، الاستبعادات اللي تصير بسبب التهجين في هذا اللون، تزعجكم أنتم كمستثمرين في هذا اللون؟ لا بالعكس ما تزعجنا، الشيء اللي يكون فيه تهجين واضح ما تزعجنا. إيه، لكن أنه وضع الانطباع هذا عند الناس أنه هذا لون فيه تهجين، ما يقلقكم؟ لا لا ما كلامهم. يقلق. لا لا ما. لأن الحمراء الآن ما تجي أي مراح سواء في وضح سواء في مجاهيم سواء في صفر سواء إلا تلقى الحمراء عنده من انتاج فحل من فحل منقيته او لازم تلقى الحمراء موجوده، الحمراء الان موجوده في كل الالوان، تلقى جميل جدا. عند رع الصفر عند رع الوضع عند المجاهيم عند اثبتت وجودها ولا في فرق بينها وبين المغتر. جميل. طيب اليوم
خلني اتكلم معك يعني في هذا الاطار. انت قلت لي اليوم نشوف الحمره موجوده في كل مراح وبنات بعير هالمراح. اليوم فعليا كيف تقيم انتاج انت الحمره؟ متطور ولا لا زال؟ متطور جدا، مرة متطور. ويمكن عندكم ها تفضل. ويمكن انت شايف الكلام هذا متطور، انا واصبحت راي انا كثير. راي انا انا هنا اسال، ما لي راي هنا، انا امامك اليوم ما لي راي، انا اسمع منك بس. الجمهور وراء الذائقة في البل يعني يتمنى مثلا يقتني الناقة الحمراء هذه، لان من مواصفات زينة، سواء جميل. الشيء اللي شفناه عندي بالرفعان، سواء في الفرديات او اللي عند الراجح، فيه جمال بمعنى الكلمة. جميل جدا. اليوم بدأت أنت خط الإنتاج، تفكر في الإنتاج ولا هذا مستبعد في الفترة الحالية؟ ما شريت المنقية إلا أنا أفكر في الإنتاج، لأني لو ما كان فيه إنتاج راح تنتهي المنقية، ما فيها كلام. تعتمد على الشراء، وحتى لو اعتمدت على الشراء سنة سنتين ثلاثة أربعة راح تنتهي، لكن إذا فيه إنتاج راح يكون فيه استمرارية، وراح يكون فيه توهج استثماري، وراح يكون فيه عائد مالي، وراح نستفيد من المنقية. بدأت هذا الاتجاه، تصير في هذا الاتجاه. من يوم اشترينا، وش الحلول اللي جمعتها في هذا الاتجاه؟ والله شريت فحل من الاخ العقيد عبد الله بن فرحان النفيعي، مسي عليه بالخير مسي عليه بالخير. ونسال الله التوفيق ان شاء الله. السلالات اليوم اللي في الحمراء اللي تعتمد عليها، وش هي في المشتريات؟ هل انه تعتمد على سلالات معينة؟ والله احنا نعتمد على مواصفات الناقه قبل كل شيء، لكن اذا جت السلاله باتليه او تماميه فهذه شيء طيب. يعني أنت تقول اليوم على الصغير والكبير تعتمد على الزين. على الزين، نعم. طيب في بعض السلالات ممكن تخذلك، تجي زينة وهي صغيرة وتبدأ تتراجع، وأيضا فيها العكس. ما ما في سياسة واضحة في هذا الجانب؟ لا ما تتراجع، الزين يزود ما ينقص، مستحيل تنقص. يعني اذا عينت في الراس وعينت في سنامه يزود، لكن ممكن يكون احيانا يكون ثابت ما يتطور، يعني ممكن يكون ثابت شوي نوعا ما، لكن الزين اعتقد انه يزيد خاصة في الناقة. جميل جدا. طيب اليوم الجماهيرية والوهج اللي انت تحكي عنه، كيف تشوف أصداء المهرجان؟ صف لي يعني مشعل بن طيب قبل المشاركة وبعد المشاركة، بحكم انك مشارك جديد وتقول انا اليوم اروح بين ارضي وجمهوري، كيف ردات الفعل اللي انت تشوفها؟ تغير شيء عندك على المستوى المعنوي؟ والله بالنسبة للجانب المعنوي يتغير كثير، لأنك أنت داخل أول شيء طال عمرك مشارك في جائزة كبيرة، يعني أي واحد يتمنى يشارك فيه، أي واحد سواء فرد أو قبيلة أو عائلة يتمنون يشاركون في المهرجان هذا عشان اسمه. ثاني نعم. شيء عمرك لما يعني العائد المعنوي في قبيلتك وفي جماعتك وفي عند اخوانك وعند ربعك، يعني العائد كبير، يعني سواء يتنامسون وانت التنامس، مجال يعني في عائد معنوي وعائد استثماري كبير يعني. جميل جدا. تسمح لي ابو طيب اخذ اسئله الشركاء؟ معنا شركائنا اليوم من المهتمين بالقطاع، يعني في تساؤلات انا شايفها كثيره على الهاشتاج اللي تم اطلاقه على منصه نادي الابل في تويتر. يقول اليوم هذا سناب الابل الرسمي، يقول شفنا لك مشتريات واسوام قويه خلال الفترات القريبه الماضيه، هل اليوم لقب هامور الحمر ولا اسطوره الحمر اللي مطلق على اقطاب هذا اللون سيتم تغيير هذه الالقاب واضافه القاب جديده من خلال مشعل طيب؟ نقول ان شاء الله باذن الله راح يصير في تغيير في المراكز من السنه الجايه باذن الله. يقول كيف ترد على المدعين
أن هذا نوادر الليبل يقول بماذا ترد على من يقول بأن الحمر قيمتها السوقية أقل من الألوان الأخرى وغير لا، مجدية؟ قيمتها السوقية هي فعلا أقل من الألوان الأخرى، بس ما تعني أن تكلمنا في الموضوع هذا قبل شوية يعني. اي ولو لكن هو يقول غير مجدية، يعني انه مثلا في الاستثمار في الاسواق من خلال المستثمرين ربحيتها والطلب عليها ضعيف، ولا ممكن تستفاد منها في الانتاج وفي الشغل؟ ما في طلب ضعيف، انت الدورة الحمراء الزينة ما تلقاها، اي هو متوفر. ممكن تجي للصفر تلقى الزين فيها واجد، ممكن تجي للوضح ما تتعب، ممكن تحصل لك، تحصل في الوضح زين واجد، حتى تجي في اي لون المتوفر، لكن الحمراء ما متوفر فيها الناقه الزينه الا بطلوع الروح، ما تحصلها يعني بسرعه. جميل جدا. هنا راعي الذود يقول الإبل من عيوبها، الإبل الحمر من عيوبها أنها لم تستطع استقطاب الجماهير، بالإضافة إلى تسليط الضوء الإعلامي عليها أنها بعد ما قدرت تستقطب الإعلاميين في هذا الجانب. كيف يمكن معالجة هذا الخلل؟ هذا سؤال من راعي الذود. والله احنا نقول راعي الذود ممكن هو عهده يمكن في ام رقيبه، لكن الان احنا في جائزه الملك عبد العزيز في الصياد، الاعلاميين بالعكس يعني احيانا ننحرج منهم من كثر ايش؟ يعني من كثرهم في جميع الالوان يجون، لكن في الحمر مركزين على مشارك جديد، على بن رفعان مثلا، على الراجحي، مش الاعلاميين مو مقصرين، سواء اللي في المهرجان وفي لجنه الملك عبد العزيز، بالعكس مراجع الإعلاميين معطينا أكثر من حقه جميل جدا. هذا نايف بن فهد المصيرير يقول للجمهور. وبالنسبة تفضل. للجمهور، جمهور الحمر جمهور كبير يعني، ما هو جمهور بسيط، لكن ممكن يعني يختلف من منطقة لمنطقة، لكن بالنسبة للحجاز جمهور كبير عندنا، وأغلب جمهور الحجاز جمهور حمر. جميل جدا. هذا نايف بن فهد المصيرير يقول المتتبع إلى الملاك القادمين حديثا نجد أن هناك تنامي في أعداد المشاركين من المنطقة الغربية بحسب بعض الإحصاءات، فهل لدى رجال الأعمال بالمنطقة الغربية اهتمام في الدخول والاستثمار في عالم الإبل سواء على مستوى المشاركة أو الإنتاج؟ وما النصيحة التي توجهها لهم؟ والله اول شيء نقول نعم بالاخ نايف، لكن متوجهين رجال اعمال مكه والغربيه، من جده للطائف الى مكه لجميع المناطق الغربيه، متوجهين للمشاركه، وننصحهم بالمشاركه. اول شيء الاسم كبير وعزيز على قلوبنا كلها، اللي هي جائزه الموحد، واسم مهرجان باسم يحمل اسم الملك عبد العزيز. والنصيحه، التاجر عارف مصلحته، ما يحتاج ننصح، لكن فيها استثمار كبير في بيع وشراء، فيها مكاسب توصل في ايام بسيطه ممكن الى 60% 70%، ومع الاستثمار ممكن يوصل الى 200 300% ممكن واكثر جميل بعد. جدا، استثمار قلبي افضل استثمار الان. جميل جدا. عطايا الله يقول ما هي فاتورة المركز الثاني في شوط شلفة ولي العهد؟ أنت تحفظت، نعم. لكن هل هي أكثر من 5 مليون أو أقل؟ لا، أكثر بكثير من 5 مليون. أكثر من 5 مليون بكثير. يقول هنا نوادر البل في سؤال ثاني يقول اليوم المالك من يبحث عن التواجد في لون سهل وغير مكلف ماليا عليه التوجه إلى لون الحمر، هل من الممكن أن نجد مشعل بن طيب كونه حصان أسود متواجد في ألوان أخرى ويستهدف ألوان أخرى ممكن فعليا في نية، ولا هذه فكرة لا زالت في طور التفكير؟ لا، هي ان شاء الله باذن الله اذا الله يسر انه ممكن نستهدف الوان ثانيه، مثل ماذا اليوم يا مشعل اللي انت تحب تستهدفه؟ ممكن لون الصفر. لون الصفر اليوم تشوف انه هو اللون فيه تنافس برضه، وتوفر على الحلال الطيب فيه، لكن مكلف. مكلف لكن بعين الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. طيب خلني عندي فقرة اللي هي فقرة نعم أو لا.
يقول هناك ضعف من قبل ملاك ليبل في الترويج لمنجياتهم إعلاميا، والدليل أنهم لم يضعوا حسابات خاصة لهذه المنجيات. كيف ترى مثل هذا الكلام؟ عيد يا ابو عارف. يقول هناك ضعف من ملاك المنجيات في الترويج الإعلامي لمنجياتهم من خلال وضع حسابات متخصصة لها. كيف نعم، تشوف هذا الكلام؟ في ضعف وش السبب فيه؟ والله. ممكن لان ما في شركات متخصصة مثلا، يعني ممكن زي احنا في مسيرة العرامات، يعني جبنا مصورين لقيناهم مثلا عمالة او شخص دوبه مبتدئ، ما في مصورين مميزين او شركة خاصة للتصوير وتهتم بوسائل التواصل الاجتماعي، تهتم بتصوير المنقية. ممكن تجيب واحد تشك في المحتوى. بالمحتوى، ممكن تجيب نعم. واحد يصور الناقة وهي راسها نزلت الأرض، ما يظهر زين الناقة، وممكن يصور 100 صورة تطلع صورة واحدة زين. في ضعف نعم. بسبب ما في شيء يعني، أو في شركة متخصصة يعني في الموضوع هذا. نعم. ممكن نادي البل عنده مصورين، نشوف صور تطلع حلوة يعني وجميلة من نادي البل، وإذا ممكن عندكم مصورين ممتازين بالشيء هذا، نعم مسيرات حلوة تطلع، مسيرات جميلة، صور إبل تطلع جميلة جدا بسبب المصورين عندكم، لكن احنا ما نقدر. يعني انت اليوم تقول، ضعف تأسيس الشركات وعدم المعرفة هي سبب عزوفكم اي نعم عن هذه. اي نعم جميل. طيب اليوم انت كرجل اعمال ما عندك فكرة انه تبدأ تستثمر في هذا المجال؟ والله فكرنا في الشيء هذا، وفي اشياء كثيره مو بس في مجال التصوير، لكن في طور الدراسه الى الان. يعني اليوم عندك عدد من المشاريع تستهدف بها ليبل نعم، لكن تحت طور الدراسة، تقدر تفصح لي عن شيء منها؟ منها اللي هو شركات مختصة بالتواصل الاجتماعي وبالتصوير وبالأفلام الفوتوغرافية حقت الإبل، تصوير المنقيات، ناس متخصصين، وفي أشياء ثانية لكل حادث حديث إن شاء الله. يعني انت اليوم التاجر اللي ما تبغى تسرب الفكرة، تخاف تطير. رأس المال أحيانا ممكن تكون فكرة بدون رأس مال. جميل. طيب خليني بسألك انا، يعني اليوم خليني انا بكون اكثر جرأة في هذا الجانب. اليوم على مستوى المستشفيات والرعاية الطبية، هل هناك توجه او حاجة للاستثمار في هذا الجانب؟ والله يبغى الفكرة، يعني فكرنا في الشيء هذا، لكن يبغى له مجموعة شركاء، يعني شركة تكون أو أشخاص، يعني أكثر من شخص اللي يعمل مستشفياته في تخصص المجال الطبي للبل، وهو مربح جدا. ممكن في كذا مشروع قام، أو مشروع في القصيم سمعت إنه قام مستشفى متخصص بالبل، نعم. ففي الشركة توافرت، فالعائد المالي أكثر من المجمعات الطبية اللي مختصة بالجانب البشري. يعني ترى ان هذا القطاع على مستوى مستشفيات الابل يتفوق على قطاع المستشفيات في عند نعم البثر. جدا، وبأرباح تكاد تصل يعني لأشياء خيالية يعني، وحتى نفس الأشياء المستشفى ما يكون يعني بأسعار غالية أو مكلفة، سواء في مجال ولادة البل أو في مجال الأمراض أو في مجال يعني أشياء كثيرة، يكون بسعر يعني منطقي. في نفس الوقت مربح جدا. جميل جدا. طيب اليوم أنا عرامات، بحثت أنا في جوجل طلع لي حسابين، واحد في الانستغرام وواحد في تويتر، هل هذه تعود منقيته نعم مش عارف من طيب؟ نعم يعني أنت بدأت اليوم في إطلاق منصة. نعم وبرضه في ان شاء الله باذن الله السنه الجايه راح يكون عرامات لها شعار خاص، سواء جميل. على البل وسواء على سيارات اللي مع المنقيه نعم. قادمه باذن الله. جميل جدا. طيب اليوم خلني اخذ معك سؤال ثاني بعد ايضا،
نحب ان يعني نفسر فيه شوي، اللي هو المنقيات. بحكم انك رجل اعمال مستثمر، اليوم نادي البل يسمح بدخول البل باجلتها، اي نعم. اليوم انت شايف هذه المساحة مغرية لك كتاجر ومستثمر في قطاع اخر ممكن في ظل وجود الجماهير اللي انت تحكي عنها، للترويج المنتجات، شعارات شركات اخرى، نعم منصة ترويج. نعم بالعكس، شيء مميز جدا، نعم أجلتها وتسوي مثلا عملية دعاية وإعلان عليها، هذا شيء جميل جدا يعني. يعني هذا اليوم الإغفال اللي صاير يتحمل مسؤوليته الملاك أنفسهم بعدم نعم التفكير. نعم عرامات ممكن نشاهدها، منصة. ممكن جدا يعني. جميل. طيب خلني أسألك، يعني اليوم على مسألة الاستثمار، قبل فترة طلع معنا هنا سامي هديب مشارك في لون الصفر، ونعم وقال إنه نطالب نادي ليفل ب إنشاء أو منح تصريح للحلاقين. اليوم طبعا نادي ليفل أنا أعتقد من وجهة نظري أنه ليس جهة مخولة لمنح مثل هذه التصاريح، مثل يعني البلديات أو الجهات الحكومية الأخرى. لكن اليوم فكرة، يعني احنا نشوف اليوم مثلا في الخيل يجي فريق أوروبي من إيطاليا، من كثير من الدول يحلق هالفرس اللي قيمته 300 مليون، انت اليوم عشرات الملايين. اليوم استثمار والبدء في شركة متخصصة في هذا الجانب تشوف انه مربح ولا لا؟ وهل في وهل هالقطاع هذا ممكن ينتج، اللي هو قطاع عفوا الحلاقة هذه ممكن يكون لها أثر إيجابي أكيد طبعا، في الأسواق؟ أي شيء مختص بالبل إذا كان منظم وكذا، بدل ما تروح تجيب سوداني ممكن حتى تخرب الحلاقة، أو من يتحمل الشيء هذا يعني؟ ممكن أنت بتدخل على مزاين الصبح بكرة أو بعد بكرة ويجي يضمر لك النقل، أكيد في شركة تتحمل المسؤولية. نعم. لكن اليوم انت تشوف انه الاستثمار في هذا من مسؤولية المستثمرين بشكل مباشر؟ مسؤولية المستثمرين تحت إشراف نادي ألفل. لا، نادي البل اليوم ما يعطيك، يعني ما يعطيك تصريح. اليوم انت ممكن في قطاع منظم، قطاع كبير، انه اليوم هل هذه انت من وجهة نظرك كرجل مستثمر تشوف ان هذا الكلام ممكن ينجح؟ نعم ينجح، بس أنا أتمنى أن كل شيء يعني مثلا يكون مختص يعني بنفس المهرجان، يكون تحت إشراف نادي ألفل. هذا ليفل جهة تنظيمية فقط، تنظيمية لا تمنح تصاريح، يعني ما يقارن مثلا بالبلديات انه تمنح تصاريح معينة. لا، هو نادي ليفل انا هذا اللي اعتقده وحسب المعرفة اللي عندي. لكن احنا اليوم نطرح، يعني اليوم نجي للخيل تلقى معها في الاسطبل في حلاق عامل يحلق هو بنفسه، اذا عنده فرس جمال تلقاه يجيب له شركة من إيطاليا ولا من أوروبا وتقدم. يعني اليوم قيمة الحصان 300 ألف ريال إلى 500 ألف إلى مليون، لكن اليوم أنت تتكلم عن عشرات ومئات الملايين. والله اتمنى بالعكس، الحلاقه هذه مهمه جدا، ولو تكون تحت يعني اشراف او تنظيم من نادي البي تنظمها، او تمنع مثلا الحلاقين تكون جهه. تسهيل مهمة ممكن يكون، يعني أنت كشركة مستثمرة في هذا المجال أنه ممكن يسهلك المهمة، يدلك وين تروح وين تنتهي. جميل جميل جدا. طيب خلني أرجع للسؤال الأهم والهاجس المخيف بالنسبة لملاك الشقق والعمر. اليوم في مطالبات تقول ادمجوا اللونين في لون واحد، في شوط واحد، في فئة واحدة، لأنه إلى لازلنا يعني نرى أنه المستويات ضعيفة. هذا الرأي المحايد، كيف تشوفه أنت دمج اللونين في لون واحد؟ والله الشقح بالعكس، الشقح قوية جدا ومنافسة، وفيها منافسة قوية جدا، والحمر برضه ما يعني لها، بالعكس يعني ظلم لو يدمجونها، ظلم يعني. ما يعني في،
يعني أنت ترى إن كله مستقل ويقدر يقوم بذاته. حد ذاته. جميل. طيب يقول جمهور المنقيات، جمهور المنقيات جمهور فزعة وجمهور صداقة، ما هو جمهور زين؟ كيف تشوف هذا المنشئ السلبي؟ غلط، سؤال خاطئ هذا جدا. بالعكس، المنقيات احنا نشوف مثلا عند لطامات جمهور من كل الجزيره العربيه، نشوف عند عمير جمهور من كل من جميع القبائل، يعني من جميع بالعكس يعني. التكوينات الاجتماعية. يعني ما هو شغله انه عشان فزعه وصداقه، وما هو صداقه 10 اشخاص 20 شخص، مو 10,000. جميل بالعكس. جدا، جميل جدا. أنا وإياك وصلنا اليوم لنهاية الحلقة يا أبو طيب. حقيقة أسعدني تواجدك معنا الليلة. عشاق الإبل والموروث، أنقلوا عن مشعل العميري مالك الرماد أنه يقول: قطعنا شوط كبير في المفاوضات مع صاحب منقية في الثلاثين، ونستهدف سيف الملك وليامن من الراجحي وبن رفعان الغارة وتغيير المراكز. نقول إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. في أمان الله، وتصبح على خير يا أبو طيب. والله على الاستضافة، والله يسلمك ويبارك فيك. في أمان الله، في أمان الله شركائي الأعزاء.